هاي لكل المشاهدين اللي عم يتابعونا، فقرة جديدة اليوم بميدن لبنان. كل محبين الهوم ديكور وكل العالم اللي بتحب الانتيريور ديزاين والافكار الجديدة، معي ضيفة كثير مهضومة، معي جيتا. هاي جيتا. هاي كاميلا. رح تعرفينا اليوم أكثر على ايدياز فور ليس، حتخبرينا أكثر عن هالفكرة اللي طلعت معك اللي فيري انترستينج، اللي كنت عم شوفها قبل شوي وشفت قديش عندك شيء كثير حلو عم تعمليه. جيتا بدي اياك تخبرينا شوي أكثر شو هي ايدياز فور ليس وكيف طلعت الفكرة. أوكي. نخبر شوي المشاهدين شو عم تعملي. اوكي، ايدياز فور ليس طلعت بالكونفاينمنت، مثل ما كلنا زربنا بالبيت اضطرينا نخلق شيء نلتهي فيه. سو خلقت ايدياز فور ليس، اتس ان اونلاين شوب فيه كل شيء معقوله احط انا افكاري فيه، والعالم اللي حابه تشتري الافكار اللي عم بعرضها رح تكون عم تلاقيها على الاونلاين شوب يلي على انستغرام وفيسبوك. انت بالاساس اركيتكت، صح؟ يعني مزبور. انت شغلتك انك تشوفي شو بدك تعملي بديكور. مزبور. اوكي، فكانت ايدياز فور ليس بلاتفورم حلوه لإلي انا الهي حالي بشيء مفيد بالكونفاينمنت مفيد في غيري، صح؟ اوكي، رح نحضر فيديو صغير بفسر شوي اكثر عن شو عم تحكي جيتا، هيك تكون عندنا فكره اكثر شو عم نحكي. Santa baby forgot to mention one little thing, a ring. I don't mean on the phone, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. شفنا بهالفيديو المهضوم، شفناك وشفنا كل الايتمز اللي انت عملتيها. مزبوط. هول اللي بلشوا بالكونفاينمنت. مزبوط. بالصيف عملنا لانشينج لسمر كولكشن اللي كان فيها الستايلش هاموك. اوكي، وكان فيها التيبل سيت مع الستايلش هاموك، هي اللي كنت قاعده عليها موجوده معنا هون اللي لونها احمر. صح. كانت الوان صيفيه. أوكي. سو العالم كثير حبتها وحبيت ارجع جدد الوان شتويه لهالستايلش هاموك، ونزلنا بكوليكسيون نويل ستايلش هاموك بالوان شتويه قطعوا معنا بالتريلر. أوكي. يعني اللي بحب يغير اللون بيقدر يغير اللون. صح، موجودين الالوان على السوشيال ميديا، بنقدر ننقي اللون اللي حابين نحطه بقلب الاندوريوز. أوكي. اكيد طبعا. وفي شغله كثير حلوه كمان شفتها، هي الواين تيبل اللي هي كمان معموله من خشب. صح. بتساعد ان ينتبيض وكبيتين، فيها باتل هولدر، فيها كمان جلاس هولدر، معموله فور واين لوفرز اذا عبالنا كمان نهدي حدا على نويل كادو مهضوم، كمان بتكون ايتم مهضوم لنويل. يعني ستايلش شوي الاغراض اللي عم تعمليهم، هيك ترندي وستايلش وفكره حلوه وجديده. يعني مش بس هيك، هاند ميد، يعني نحن اليوم الاتوليه كله عم بيكون هاند ميد، عم نشتغل على الايتمز بطريقه انه نطلع اساس هاند ميد تكون سبيسيال، مش انه موجوده بالسوق. سو وكلها صناعه لبنانيه. صح، يعني هذا كل شيء عم بنعمل عندنا هون بلبنان. مزبوط. يعني مش عم تستوردوا شيء من برا او تجيبوا شيء خالص. ابدا، هاند ميد وشغل لبنان. هاند ميد وهاند ولوكل، وكمان التيم كله عم نشتغل شباب وصبايا مع بعض. لبنانية. صح. اوكي، عم نشوف الهامك بالصور كمان غير الوان. صح. عندك الزيتي والاحمر والاسود، يعني فيك تنوع الالوان. مزبوط. صح. وبدك تقولي لي شوي، بلشتي انت بالهامك، رجعتي نقلتي على الواين تيبل، وهلا بفتره كريسماس كمان عملتي شيء كثير انترستينج. عم نشوف كمان غير الواين تيبل وغير الهامك، عم نشوف الكريب الخشب والكريسماس تري الخشب. خلينا نبلش شوي بالكريب. الكريب جبتها معي على استوديو تفرجيكم شوي كيف بتشتغل هالكريب. هلا مثل ما شايفين هي من خشب، كلها خشب. الحلو فيها انه اشتغلنا على الجو دو اومبري لوميير. فيها فينا نستعمل الوايرد لامب او فينا نحط الكتريكال كاندل تنضويها، وبتعطي مود كثير حلو. نحن معتمين الامبيانس عنا. سو هيدي الكريب كمان كلها من مثل خشب. ما شايفين بتنفك وبتنضب، ما بتاخذ مطرح، وكمان منا بولكي، يعني فينا ناخذها كمان كادو نويل كريسمس ايف بدل ما ناخذ شيء تراديشنال. لكن غير كادو نويل اذا بتفكري فيها جيتا، انه اليوم بتحسي بدنا شيء عملي، بدنا شيء سريع، وغير انه ذير ترندي وذير نايس. في عالم ما بقى عندها وقت مثل ايام زمان تحط الورقه والمغاره والشجره. مزبوط. والتركيب. سو هول شوي فيري ايزي وعمليه سريعه. يعني بتفك الخشب، بتركب الخشب كلها، بتنضب معنا وقتها بدنا نضب الزينه. أوكي. ومنركبها بثلاث ثواني كمان. فيري انترستينج. وحتى الكاندلز من ورا كرمال اللايتنج. صح، الكاندلز هلا ما راح في اذا مبينين معنا. ايه مبينين. اوكي، سو فينا كمان في مطرح بنحط لامب
بدنا تما نكون عم نغير بطاريات كل ثلاث اربع ايام. يعني فيري براكتيكال، اكثر من هيك ما في. يعني بتنفك بتتركب بخمس دقائق مع الاضويه للشموع الالكترونيك. ما في شيء ديفايس بتركب له، يعني ما بدها شيء كهرباء ابدا. أوكي. فينا نركب لها كهرباء اذا بدنا نشيل الكاندلز. اوكي. وحملها كل معنا العيد معي، يعني نونيت تنفسر اكثر. يعني منيحه للبيت، منيحه لكادو اذا حدا رايح لشي محل. وكمان بدك تخبرينا على احلى ايتم انا شفته وقت اللي ساعد، يعني عم شوف شو هو. خبرينا شوي اكثر عن الكريسماس تري. تريز. اوكي، بيبي نويل نزلت انا نوعين، تو سات، اللي هن اول وحده ال 3 ان 1 مثل ما عم نشوف. هيدي التري الحلو فيها انه عم تشتري تري وحده، شجره وحده بالاحرى، عم تشتري ثلاث شجرات بشجره وحده. بتتغير اشكالها، هلا رح نشوف كمان بالصور كيف بتصير بلين، بتصير سبايرل، بتصير كمان بترجع مثل ما عم نشوف هون اوردينري. هيدي سبايرل، هيدي البلين، كوريكت، وهيدي السبايرل، وهيدي كلها شجره واحده. يعني بنحب نذكر المشاهدين انه نحن عم نحكي عم تاخذ ثري شيبس. مزبوط. والحلو فيها كمان انه بتنضب، بتنتفكفك كلها ريموفبل بيسز، ومنضبها وما بتاخذ مطرح. اوكي. كمان مثل الكريب نفس الكونسبت، بتفكك وبتركب. مزبوط. بس الشجره اذا حدا طلبها كيف بتوصلوا له اياها انتم؟ نحن عندنا سيرفيس فري دليفري، وعندنا سيرفيس انستاليشن. اوكي. سو العالم اللي حابين يعملوا انستاليشن كمان فيهم يطلبوا هيدا السيرفيس من عنا اونلاين اكيد، مثل ما عم نشوف كمان. أوكي. هون كنا عم نعمل انستاليشن وعملنا شيء زياده انه وي ديد كاستمايز ذا سايز اوف ذا سبايرل تري. يعني طلبوا منا انه نعمل سايد فيزيت تنقدر ناخذ البروبورسيون مع السبيس اللي هو 5 امتار كان عنده. يعني بيقدروا يتحكموا كمان بالكبر، يعني exactly. اذا بدهم اياها كبيره فيك تعملي لهم اياها كبيره، وبدهم اياها صغيره فيك تعملي لهم اياها. مثل ما عم نشوف هون مترين و80 هيدي الشجره. فيري ترندي اند نايس. حتى الانستاليشن كانت مع الديزاين، يعني نحن بنأمن لهم افكار كيف بتكون تزينوها، باي نوع لايتس، باي نوع ديكوريشن لكريسماس. وخفيفه هي، ما فيها ثقل. لا اكيد الخشب خشب، بس انه بتنحمل، يعني بتنحمل شخص واحد في يحملها اكيد. يعني فيري براكتيكال، حتى فيهم ياخذوهم مع بعضهم الكريسماس تري والكريب، بينفكوا بيتركبوا بطريقه كثير براكتيكال وعمليه. هن فيري ترندي، كل حال انعملوا بنفس التون دو كولور ليكونوا سات لبعضهم ان كيس العالم حابه تشتريها مع بعض. اوكي. يعني ست كبير فينا ناخذ، في حتى بيقدروا ياخذوا الكريسماس تري مع الكريب مع الواين تيبل. صح. والهاموك هذيك بتجي اللي على باله كل اللي اشترى الهاموك اصلا بيعرف قد ايه هي كومفورتبل وقد ايه هي مهضومه للاوت دور وخفيفه للاندور. خفيفه كمان. الحمل كمان، يعني بتقدري تحطيها جوا وبرا. مزبوط. فيها الحلو الميكانيزم تبعها، يعني بتضبيها. هلا هي مفتوحه معنا بالاستوديو، بس نحن بنضبها بنسكرها وبنحملها. الكريسماس تري الثانيه اللي عم نشوفها، شفنا السبايرال، في الثانيه شو بتفرق؟ الثانيه كمان هيك فيري ترندي، حابين تفوت بشيء مش هيك قاشعينه كثير بالسوق. ما بنلاقي منه كثير بالسوق. هي لحالها فيها تضوي كوان نويل بلا ما نعوز نجيب 100 ايتم برو ديكوري، يعني 100 لون و100 ايتم وموتيف. سو حبيت نزل كمان هيدي مثل ما هي، بيشتروها من عنا بيضوا الضوء. هيدي خاصه بتجي ما بدها انستوليشن. يعني هيدي مش مثل سبايرل، سبايرل بدك بدها انستوليشن، بدها حدا يركبها. سبايرل بدها انستوليشن حدا يركبها. هيدي بتجي راكبه، وعندك الكبيره وعندك الصغيره. مزبوط. هن ست اني واي، هدول بيجوا مع بعضهم. ست مع بعضهم. والالوان تبعولها بتغيروا مزبوط حسب اذا غيرنا اللايتنج. اذا اللايتنج كان فيه ار جي بي سيستم اكيد بتغير اللون، اذا كان هيدي ما ار جي بي. بس الحلو انه مش بس، يعني نحن اليوم فيك تجيب الست الترينجل مع السبايرل وتحط الكريب، بيعملوا كوان كثير حلو. مزبوط. لانه منهم بولك، يعني منهم اليوم ما عم بياخذوا مطرح كثير كبير بالبيت. اذا عندك كورنر صغير كمان بيساعوا فيه. والحلو فيهم هول انه فيك تحطيهم اندور وفيك تحطيهم اوت دور، يعني مزبوط. ما كل الخشب كل الخشب اللي استعملناه معمول كمان فور اوت دور. اوكي. جيتا بدك تقولي لنا للمشاهدين اللي حبوا هالايتمز وعبالهم انه ياخذوا فكره اكثر، او اللي عباله ياخذ الكريسماس تري او وات ايفر ايتم شافوه، وين بيقدروا يلاقوهم؟ نحن اونلاين شوب. دونك كل اللي عليهم يعملوا انه يزوروا البلاتفورمز تبعولنا على الانستغرام على فيسبوك، او يتواصلوا معنا اوفر واتساب. هلا رح يقطع الرقم. أوكي. ونحن within 24 hours اكيد، لانه في رش سيزون. نحن هلا رح نكون عم نلبي كل الاوردرز اللي عندنا، فري دليفري، انستاليشن سيرفيس مأمن عندنا، واكيد
الديزاين واضح، الايتمز واضحين، اللي حابب يطلب حيلا جيفت او حيلا بيقدر يحكي لكم ديكوريشن ايتم بيتواصل. يبقى كيب ات اب بهذا الشيء اللي عم تعمليه، كثير انترستينج، وان شاء الله المره الجايه بنرجع بنشوفك بايتمز بعد اكثر، لانه مبين انه يو ار كرييتيف، واكيد ما رح توقف القصه على الكريسماس تري والكريبس، اكيد بكره حنشوف قصص ثانيه. انا بدي اتشكر وجودك معنا، لكل المشاهدين اللي حبوا الايتمز تبع جيتا بيقدروا يلاقوهم اونلاين على انستغرام. نحن رح نروح بريك صغير وبنرجع بنكمل فقره ميد لبنان. First line, Santa baby, saw her down the chimney tonight.